وفي قطاع غزة خرجت مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف للتنديد بالاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، وتعالت الأصوات داعية لتوحد الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال بكافة الوسائل. مع تواصل انتهاكات المستوطنين الصهاينة لحرمة المسجد الأقصى وبتواطؤ وحماية من جنود الاحتلال، خرج الغزيين في مسيرة غضب دعت إليها القوى والفصائل الفلسطينية تنديداً بالاعتداءات الصهيونية، مؤكدين على أنهم لن يسمحوا بالمساس بقدسية مسجدهم، وسط دعوات لضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بكافة السبل المتاحة. إننا نناشد كل مؤمن ومسلم في العالم وخاصة إخواننا في القدس والضفة الغربية أن يقفوا وقفة رجل واحد يقاوم هذا الاحتلال بكل أشكاله، بالسلاح أو بالدهس أو بأي وسيلة من الوسائل، لأن هذا الكيان الصهيوني، هذه العصابات الصهيونية لا بد من وقفة جادة من أجل تحرير الأقصى. المشاركون في المسيرة دعوا إلى ضرورة العمل على استراتيجية وطنية موحدة تقوم على أساس دعم المقاومة للتصدي للمخططات الهادفة لتهويد المسجد الأقصى وحماية المرابطين فيه والذين يتعرضون لسلسلة من القوانين القمعية التي تشرعن بقتلهم من قبل حكومة نتنياهو. الرسالة رسالة وحدة، أن الشعب الفلسطيني كله طرفاً واحداً وصفاً واحداً في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يقود المعركة عليه اليوم بنيامين نتنياهو شخصيا، يشرف على هذه المعركة ويتابعها، وبالتالي هذا يستدعي منا كفلسطينيين أن نركز على عاملين أساسيين، العامل الأول عامل الوحدة، تعزيز الوحدة الفلسطينية، والعامل الثاني استمرار المقاومة في مواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريعه سواء التي تتعلق بالتهويد في المسجد الأقصى المبارك أو العدوان على قدسيته أو أيضا الحصار في قطاع غزة. ضرورة الدعم العربي والدولي لحماية المسجد الأقصى وإسناد وتائر المقاومة بكل ما هو متاح وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني مطالب دعا إليها المشاركين، مؤكدين على خطورة القبول بالأمر الواقع وأن ما يحدث للمسجد الأقصى هو بمثابة اختبار وتحدي حقيقي للأمة الإسلامية. يجب على الأمة العربية والإسلامية أن ينتبهوا جيداً وأن يعيدوا حساباتهم ليهبوا هبة واحدة لإنقاذ الأقصى ويتركوا الاقتتال فيما بينهم لتكون كلمتهم واحدة ضد عدو واحد مشترك. الفلسطينيون والمنهكون بالأزمات الإنسانية لبوا نداء القدس وهم يدركون بوعي كبير أن الاحتلال سبب المأساة وأن المواجهة معه بوابة الحرية والانعطاق. هنا رسالة واضحة للكيان الصهيوني بأنه لا أمن ولا استقرار له دونما العدول عن مخططاته الرامية لتهويد المسجد الأقصى، وإلا فإنه سيواجه ما لا يحمد عقباه. غدا خالد، لتلفزيون الكوت، قطاع غزة.